يعد مهرجان البطائح الشعبي في نسخته السادسة حاضنة للحفاظ على الموروث الشعبي لما يضمه من مبادرات ثقافية واجتماعية، فضلا عن دعم المهرجان لمشروعات الأسر المنتجة في المنطقة والتي تسهم بشكل فعال في التنمية عبر إحياء الصناعات والحرف التقليدية والتراثية. مراسلنا حمد الكندي ينقل لنا الصورة من هناك. عراقة التراث وأصالة العادات والتقاليد، هذا ما عكسه مهرجان البطايح الشعبي في نسخته السادسة بما يقدمه من فعاليات متنوعة تستقطب الزوار وتحقق في الوقت ذاته الفائدة للمشاركين من الأسر المنتجة الحاضرة هنا في حديقة المنطقة بمأكولاتها المنزلية ومنتجاتها المختلفة كالسمن والقهوة والعطور والبخور وغيرها. مدعومين بكل شيء والحمد لله، ومستفيدين الحمد لله، ومتوالفين في هالحديقة، ولا يقصروا فينا بشيء ولا علينا قصيرة، غير نحب الاشتراك طالت عمارهم، ومش مارشين نحن عندنا باشغالنا مال البيت من سمن ومن بزار ومن قهوة وتبعه. جت في بالي فكرة اني افتح مشروع ومن هالكلام، فيتني اجرب كتجربة اولى، وعرضت المنتجات اللي ببيعها والحمد لله حصلت قبول من الناس، وإن شاء الله يعني بستمر على هالشيء. وللأطفال نصيب من هذا المهرجان، فهو إلى جانب الفعاليات التراثية التي تعرفهم بتراث الآباء والأجداد، فإنه يقدم لهم مجموعة من الورش الترفيهية. حلو، وبعد اللي أصلاً ما يجي والله بفوت المكان، المكان وايد حلو، يفوز في كل شيء، في ألعاب وفي شو اسمه أشياء حق الأطفال وفي ورش وفي كل شيء. الحديقة حلوة وجميلة خاصة حق الأسر للكبار والصغار، فيها فعاليات حلوة الأسر المنتجة فيها، يستمتعون فيها الكبار ويستمتعون فيها الأطفال لأن فيها فعاليات أصلاً حق الأطفال. المهرجان يضم أيضاً العديد من المشاركات الحكومية كمشاركة مدينة الشارقة للإعلام شمس التي تنظم ورشاً ترفيهية للأطفال، وبجانبها المسرح الذي ينظم مسابقات مختلفة تعزز ثقافة الزوار وتنمي مواهبهم، بالإضافة لمساحة ترفيهية للأطفال، ليكون المهرجان بذلك مقصداً للعائلات. إذن هكذا هو مهرجان البطايح الشعبي، يعزز التراث والتقاليد ويحمل بين ثناياه مختلف الأنشطة والفعاليات الترفيهية والتثقيفية. لأخبار الدار، حمد الكندي من المنطقة الوسطى بإمارة الشارقة.